وبالعودة مشاهدينا إلى ملف مقتل البلوجر طيبة العلي، دعونا نرحب عبر سكايب بالباحثة الاجتماعية دكتورة مها الصقبان. أهلا بك في نشرة الخلاصة دكتورة مها. يعني جريمة قتل مع سبق الأسرار والترصد تحت ذريعة غسل العار، ما الإجراءات المطلوبة اليوم لردع مرتكبي مثل هذه الجرائم؟ تحياتي لتلفزيون دجلة ولكافة العاملين والمشاهدين. طبعا هذه جريمة ضد الإنسانية ولا تمت للشرف بصلة، تعتبر من جرائم لا شرف في الحقيقة. هناك ملابسات في الوقائع كثيرة، منها أن لو كانت حقيقة قد حاولت الانتحار لماذا يتم قتلها؟ بالإمكان أن ما يسعفوها ويتركوها، لكن لماذا يقتلوها بهيج حالة؟ فالملابسات الجنائية كثيرة ولا زالت القضية طور التحقيق، لكن إزهاق النفس الزكية هي جريمة ضد الإنسانية مهما كانت الدوافع. ولهذا من منبركم هذا حقيقة نادي إلى الإسراع بإقرار قانون مناهضة العنف وقانون مكافحة العنف المنزلي. ننادي أيضا بإيجاد تفعيل الشرطة المجتمعية أكثر، نعم. إيجاد ملاذات آمنة دكتورة، لضحايا. نعم، يعني نعم، بعد جريمة قتل الضحية طيبة العلي هناك مطالبات كثيرة بتشريع قوانين تحمي النساء، لكن ألا تعتقدين أن المشكلة باتت الآن تكمن في منظور العادات والتقاليد؟ لا لا، مو العادات والتقاليد، ضعف سيادة القانون هي اللي خلت الناس تلجأ لذريعة العادات والتقاليد. تعرفين أنت نتيجة الطب العدلي والفحص الجنائي ما راح تظهر بيوم ويومين، لكن عندما يتم فحصها ويتبين أنها كانت عذراء لا يمكن للقانون أن يحمل القاتل تحت ذريعة جريمة اللاشرف. أسميها أنا حقيقة جريمة اللاشرف. نعم، يعني دكتورة، قضية غسل العار أو الشرف من القضايا الاجتماعية القديمة، هل العراق يمتلك قوانين تعالج هذه الظواهر؟ حاليا لا يمتلك، ولهذا ننادي وبشدة بإصلاح قانون القوانين التي لا تنصف المرأة وتجحف حقها. كذلك لو نرجع للشريعة، قوانين الشرف لا تمت للشريعة لأنها عاقبت القوانين الشرعية، عاقبت الجاني، عاقبت الرجل والمرأة على حد سواء في جرائم الزنا. فأن تكون المرأة هي الضحية ويكون الجلاد هو دائما الرجل، نعم، هذه جرائم ضد الإنسانية وليس لها علاقة بالشرف نعم ولا الدكتورة، بالعادات ولا بالتقاليد. نعم الباحثة الاجتماعية الدكتورة مها الصقبان، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.